السلام عليكم أخواني وأخواتي المتابعين في كل مكان، نرحب بكم من جديد في قناتكم قناة كويتي ليدر، قناة الرحلات والمغامرات. نحييكم من جديد في أربيل. نحن اليوم في أربيل قاعدين نفكر ونقرر شو نسوي. اجتماع مغلق، أنا ويا أبو مساعد ويا أبو خالد، وهذه عدتنا وملابسنا وخوذنا جاهزين للخروج. نشوف وين نروح في أربيل. شنو قررنا؟ قررنا يا جماعة أن نطلع في جولة حول المنطقة والجبال والطبيعة في هذه المدينة. ما عندي تفاصيل واضحة، خلونا نطلع نركب دراجاتنا ونمشي ونقول لكم. جدولنا اليوم مفتوح، عدل يا أبو خالد؟ عاش. وهذا الكينج قاعد يسوي السيرش والبحث الدقيق ويعطيك خط الرحلة وخط السير. طبعا هو يفحص المحطات ويفحص المواقع ويفحص، يعني قلت لكم إنسان دقيق يريحك. كفو والله يا مساعد. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. السلام عليكم. الله يذكره. يا الله توكلنا على الله. اليوم يا شباب عندنا اليوم المفتوح، اسمه اليوم المفتوح. نطلع في أربيل ونشوف المناطق الطبيعية، ولذلك أثناء البحث في الخرائط قررنا الاتجاه الى منطقة اسمها شقلاوة. شقلاوة شقلاوة مو بقلاوة، قلت لكم شقلاوة. بعد واحد يطلع لي يقول لي وين هذه بقلاوة يا ابو فارس، نريد منها شوي. تيارة، فخلونا نتوجه نشوف شنو في بقلاوة، قصدي شقلاوة. حبايبنا الكابتن احمد العبادي والكابتن علي والكابتن الادفنتشري حيدر سفاري توجهوا الى بغداد. طبعا اليوم تواصلنا معهم تطمننا عليهم وهم في طريقهم الى بغداد. طبعا تدرون هم التزامات وهم اهل البلد وعندهم التزامات واعمال ولذلك هم توجهوا اليوم، واحنا أضفنا قعدنا ليلة في أربيل. راح نتوجه في زيارة إلى منطقة شقلاوة، ومن منطقة شقلاوة سنعود إلى موقعنا هنا. يعتبر يوم مفتوح، يعني ما ندري بالضبط شنو فيه. وبعدها إن شاء الله نستعد للعودة باتجاه الجنوب بإذن الله تعالى. هذه آخر نقطة. طبعا في بالشمال تكمل دهوك، هذا أبو مساعد قاعد يأشر على المكان هذا، أعتقد أنه يقصد أن القنصلية الكويتية في هذا المكان، لأنه صار محادثة بيننا وبينهم. هو يقول قريبة منا القنصلية، وأعتقد أنه يأشر عليها الآن. هو مساعد أبو خالد على اتصال، لكن أنا ماني على اتصال وياه. المنطقة الشمالية في بعد كذلك عندك دهوك، عندك الموصل، عندك شغلات كثيرة، لكن احنا محكومين بالوقت مع الأسف، محكومين بالوقت.
وبالنسبة لنا احنا كرحالة نطلع الى تركيا الى اوروبا، وانا اصلا عندي عودة من تركيا الى الكويت سواء بالدراجة او بالسيارة. هم مفكر يعني ارجع عن طريق العراق طبعا، فتأكدت ان لي عودة، ولذلك خلينا الموصل ودهوك ان شاء الله في جولاتنا الاخرى. فكثير مناطق انا ما زرتها، كثيرة جدا ما زرتها، لان العراق بلد كبير ويحتاج اكثر من الوقت اللي انا قاعد امشي فيه. فالمكان اللي زرناه ان شاء الله في جياتنا الجاية نروح المناطق الاخرى باذن الله. شزين يا ربيل شزين، شوف كربات على الطرق وجسور واشياء جميلة، واحنا طالعين شارع واسع، وهذه بيوت سكنية، شوف منطقة حديثة قاعدة تنهض الحمد لله. يا اخي الواحد يستانس لما يشوف اعمار والناس قاعد تنظم حياتها وتتطور، شيء جميل حقيقة. يعني اربيل صراحة مدينة رائعة يا ولد. والرحلة اجمل من التصوير، يعني كثير اشياء ما شفتوها، الرحلة اللي طلعناها اجمل من مراحل التصوير، بس ما اقدر اعبر لكم اكثر من شيء. اصلا حتى احنا مددنا ليلة لان اصلا مو كافي على اربيل، ترى مو كافي حقيقة، تستحق اكثر من الايام اللي قضيناها، بس ايام الله كثيرة ان شاء الله، ايام الله كثيرة باذن الله. شقلاوة سليماني، سليمانية كركوك شقلاوة سوران، من هنا انتبه دائما للطريق يا ولد. يعني احيانا الواحد يقعد يطالع المنطقة يطالع المدينة وهذا ويسعى عن الطريق، فالحذر كل الحذر يا شباب من هذا الموضوع، خاصة اذا انت ماشي طريق طويل، يعني طريق طويل تكون سرحان ومبسوط وعبالك الدنيا خلاص يعني واقفة عشانك، تتفاجئ ولا حفرة مطب ولا تريلة ولا خلك صاحي. هذه المنطقة الشمالية قاعد تنهض بالحداثة والتطور، جميلة جدا. عاش ابو خالد، جراند مجدي مول، هذا مجدي كل مكان اشوفه في كردستان، الظاهر انه معروف البراند هذا، كل المولات مجدي. يا رباه شوف 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 المناظر، شوف شوف الجبال والأجواء عجيب، ما شاء الله
رايد ممتع، أجواء حلوة جبلية، والحرارة 21، والناس قاعدة تكشت في كل مكان، تلقى العائلات قاعدين في الحدائق الكبيرة هذه أو الحقول هذه الكبيرة، تلقى العائلات قاعدين مفترشين في هذه الأجواء الحلوة. ماي شوف القلعة الزعنونة هذه، شايفينها؟ في لها زوار قاعد يزورونها، معلم على ارتفاع شاهق. طالع الطريق يا ولد، يا ولد لا تلبس بالنساف. كيف بعدين تكمل رحلتك يا ولد وانت على سطحة النساف؟ يا عيني، يا سلام يا سلام يا سلام على الكيرب الجميل هذا، يا سلام على الكيرب الجميل، رائع يا ولد يا ولد رائع. شوف طبقة سمنتية من عند تساقط الحجارة، ومجرى ماي مسوين على اليمين والشمال. مباري بالأعلى، شكلنا بندش نفق. والله أعلم، هذا أول نفق أدخل فيه بالعراق، أول نفق يمر علي في أربيل. نفق مهندس، شايفه مهندس، إنارة أرضية، كشافات، تهوئة، مرتب. يعني أنا حتى في النرويج ما شفت نفق كذي، صح؟ كان صخري، ما أدري هل هو حديث هذا النفق. لكن مهندس ممتاز يا ولد، شيء جيد. Do you see the place? هل ترى الجبال الشاهقة؟ سبحان ربي ما أعظمك. يبيعون لك حطب هني، اخذ الحطب واكشت يا ولد. كل شيء مجهز للمكشات، كراسي، حطب، بواري. اوه واضح ان الاجواء داخل حلوة.
تقريبا متبقي على شغلاوة أقل من 10 كيلو. شوف لنا نهر شلال شيء ونقعد. صعدنا فوق، شوف الناس قاعدة، اللي حاط أكله واللي حاط المشاوي والقعدات وهالبراد، درجة حرارة 19 على كيف كيفك. إن شاء الله نلقى لنا مكان زين. صراحة إحنا قاعدين ندور وما ندري شو الأوضاع، فإن شاء الله نلقى مكان زين. والله يا شباب احنا ما عرفنا وين نروح، وين المطاعم، فقلنا خلنا نقعد هني اخوي وننزل عدتنا والتفاح والعزبة. ها غايب مساعد جهز لك الشغل، ونقعد في هذه الاجواء الى المغيب مع الدردشة والسوالف الجميلة. الاكل ترى مو كل شيء، اهم شيء القعدة والسوالف، الماء والخضرة والوجه الحسن. نعم فارس حق التفاحة. كل شيء يصير حلو، كل شيء حلو اكيد. والشاي نعم نعم، احنا بنسوي شاي يا جماعة. ايه هاي فندق زين ولا ما يركب تريش الحين ما يسوي هذا قاعد يشوي، وذاك يشوي مال الروح له، حط الغوري عنده، حط الغوري شمايك يصير اسود ومساعد غورية غايب على غورية ومساعد لا يوسخنا معاود نقطة براعدة لي ماكو شاي شاي خدير بس هذا مو خدير في خلطة ملغوم القوطي هذا سرية هذه ها؟ كنا قوطي قريش كشتة شنو لعبتنا الكشتات لعبتنا الكشتات اشياء غلط اخذتها وجايبين سلندر غلط هذا الجبوري وهذا الشاي وهذا الشكر وهذه كشتتنا وهذا شو اسمه كتكات وهذا الحب كل شيء موجود بس هذا غلط وتفاحه وهذا بس هذا طلع غلط بسكوت وبسكوت هالأجواء الطيبة ما شاء الله تبارك الرحمن. هني شوف القمرة طلعت هذه، هناك عندهم نظام إذا تشوفون شوفوا يحطون يحطون مثل اكشاك، شايفين هذول الاكشاك، والناس تقعد تشرب شاي ومسكر، خدمات ما ادري اذا يبين ولا لا. مرينا عليه، احنا مرينا من هذاك الطريق ويانا هني. الاجواء حلوة جدا جميلة، قاعدين مع ابو خالد. الله خالد فارس هلا، ايش رايك بالرحلة؟ قوية حلوة ها؟ والله ما شاء الله والاجواء طيبة، تيسرنا بالامور كلها ما شاء الله. تصدق انا ما سألتك شنو الايجابيات اللي بالرحلة؟ الطريق اول شيء بتنوع، المناطق كلها بتنوع. اي والله صدق، يعني جنوب غير على الوسط غير على الشمال. الناصرية ما شاء الله لها اجواء طيبة. ايه هنا الحلة، هنا اسمها المنطقة هذه الحلة، حلة إيه إيه آثار بابل مرينا عليها، آثار بابل هذه لها طابع ثاني. إيه والله صدقت صدقت والله. وجينا بغداد صدقت، الحين بنرجع بغداد مرة ثانية ما خلصنا منها. لا بغداد ما رحنا فيها مكان. إيه الحين بنرجع مرة ثانية، ما خذينا فيها استراحة وأخذنا الشباب وطلعنا وياهم سليمانية. إيه بنرجع السليمانية حلوة ما شاء الله،
اي والله. شنو بعد؟ شنو بقى؟ شنو بقى؟ والله شنو بقى؟ كل شيء طيب، كل يعني شنو نذكر؟ نذكر بابل، بابنا هذه شغلاوه وربع. الله. شغلاوه حكايه بس. اي والله صدقت، اي والله. والله. شوف هني الكينج قاعد يسوي سيرش بحث بمساعد برنامج الليلة، تكملة البرنامج. اي برنامج الليلي بمساعد الحين اقترح علينا نطلع من هني الى مول، يقول انا ملابسي خلصت بالرحلة كلها شتوي. ايه كلها شتوي وابي ابي فنايل وشي صيفية. ايه يقول بالجنوب ترى الجو صار حار. شوف بمساعد هني انت بالشمال يقول لك الاجواء في الجنوب، عرفت؟ يعني يدرس لك حالات الطقس لمسافة اسبوع قدام. زين بغداد حر ولا؟ بالليل بالنهار دافي. بالنهار دافي، بالليل برد. بالليل ايه؟ على كيف كيف. زين. والكرادة؟ زين الحين إذا رجعنا بغداد نرجع نفس الأوتيل نقعد؟ الظاهر هذا صدق المصير. هذا المصير. هذا المصير. بس مو سيء ترى، حلو زين. اي زين يعني متى حلوه شغله. اي والله انا في مواقف خاصه. مواقف خاصه. الو، قعدنا في هذا المكان الرائع والاطلاله الجميله. الشباب يقولون اطلع فوق في هني وفي هناك. طبعا اذا كملت هذا الجبل الكبير، ما ادري اذا بين بالكاميرا، في جبل مرتفع جدا يقول هناك بعد شيء خيالي. لكن الحقيقة ما يسعفنا لا الوقت، وعندنا بعض الالتزامات اللي مثل ما تقول لازم الصبح مثلا نكون جاهزين ماشيين، ما نقدر نيهني مرة ثانية. فاحنا اكتفينا ان شاء الله الجايات على الأقل عرفنا المكان، عرفنا الطريق، عرفنا. فالمرات الجاية نطلع على هذه الأماكن. هذا شوف هناك شاليهات فوق على المطال، هني في أجواء ذاك صوب، وهناك تروح سيدة في تلفريك وفي أجواء جميلة بهذاك الجبل. ما قصروا، أعطونا معلومات طيبة وحلونا موضوع الشاي. شكرا على الشاي، ما قصرت، مشكور، الله يعافيك. فالحين راح نرجع ان شاء الله الى اربيل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الأكراد ناس طيبين وكلش حبابين، كلش حبابين. الحمد لله. إذا طلعت كذي ورحت داخل في هناك شلالات علي بيك، هم كذلك قاعدة في المكان. بس الشباب يقولون مطاعم أربيل نبي، في مطاعم كثيرة فقرروا يروحون مطاعم أربيل، فعشاننا في أربيل يا الربع.